السلام عليكم نزونين، نتمنى انكم تكونوا بخير وبالف خير. معكم كوتش هلا بفيديو جديد. حاليا كنشوفوا بزاف ديال الناس مهسترين ومخلوعين، وقوه الخلعه وقوه هذا وقوه العصبيه على قبل الحرب، وشنو قال بوتين، وشكون تفرقع، وشكون هذا، وشحال تقتلوا، وشنو غادي يديروا، واش غيوصلوا للمغرب، واش غيمشيو لفرنسا، واش تقالى غير بشويه. علاش اختاريت اني ندير هاد لا فيديو؟ حيت كاينين واحد النوع ديال الناس، وهاد النوع ديال الناس نقدر نكون منهم انا، تقدري تكوني منهم انت، تقدر تكون منهم انت، يقدروا يكونوا منهم بزاف ديال الناس اللي اي واحد اي سيتوياسيون اي حاله خرجات مخربقه، ولا كيكون دي زامبريفيو، ولا اي حاجه طرات خايبه في العالم، ولا خايبه في البلاد ديالو، ولا في الحومه ديالو، هاد الانسان هذا ولا هاد الانسانه كتبرزط. بحال الحياه راه هي بحال واحد المسطره ولا واحد لو شومان دووا اللي كلشي خاصو يكون زوين، خاص تكون لافي اون غوز، كاين الشميشه، كاين الهواء، دايره لي كورس، ضرب جمعه، كلشي نقي باش انا نكون في واحد الراحه نفسيه. الحياه راه ما دايرهاش بحال هكا، بلاص ما ان نبقى نتفرج في اليوتيوب واش ضربوا شي صاروخ، واش قتلوا شي واحد، واش داروا هادي، واش داروا هادي، نشوف انا بعدا شنو هي المصلحه ديالي في هادشي كامل. شي الحروب ما عمرنا ما كندخلوا ليها مخلوعين، اي حرب كتدخل ليها مخلوع كتخسر، واخا تكون مجهز من الطراز الرفيع. اي سيتوياسيون دو ستريس الا دخلتي ليها وانت مستريسي كتستريس اكثر، وكتقدر كاع انك تقتل راسك. كاين اللي دابا حاليا ما كايناش، كاين اللي دابا حاليا عايش في واحد الحاله ديال الهستيريا. شتي الوقت ديال كورونا باش نفهموا، نخليو شي شويه هاد الحرب هادي ديال روسيا ونركزوا شي شويه في هاد في القضيه مثلا ديال كورونا اللي عشناها كامله اللي دابا جايه العامين. كاين اللي خرج بهاد كورونا هذا، بهاد الكوفيد هذا، بواحد لا ديبرسيون، اكتئاب، خرج بمرض، خرج بالسكر، الملح طالع عليه، الضغط، كاين اللي خرج ب 30 كيلو، 35 كيلو، 40 كيلو، وكاين اللي خرج ليا باستثمار، فلوس، كاين اللي خرج ليا بفكره ديال مشروع، كاين اللي خرج ليا بيزنس. عاتي الاستاذه الكريمه اللي كنتي مهستره ليا في الكوفيد، عاتي امازون شحال دخل من مليار، عاتي الناس اللي خدامين في الاي كوميرس شحال دخلوا من مليون، عاتي بنادم شحال دخل ديال الفلوس. انت اللي جالسه مهستره ليا واش نقيت دانون بجافيل، واش سيقت الارض، واش مشحت الشرجم. راه الوقت ديال الحرب والوقت ديال لا كريز هو اللي الانسان يقدر يكون لاباس عليه اكثر من الوقت اللي ما كانت لا كريز لا حرب لا حتى شي حاجه. بشرط واحد هو اني خاصني نكون مستثمر، وبشرط ثاني هو اني خاصني نقول الحرب لا تعنيني شخصيا، وبشرط ثالث خاصني نقول خاصني نكون خارج رابح في هاد لا كريز هادي. التفكير ديال الشخصيه اللي كتكون واعره هو واحد التفكير كيخلي الانسان ديما يكون واجد، ناض حرب، ناض كريز، ناض مرض، ناض طاعون، ناض اي حاجه كنكون واجد. كيفاش نقدر نكون رابح في هاد المشكل هذا؟ كيفاش نقدر نخرج رابح في هاد المشكل هذا؟ شنو الحوايج اللي خاصني نبدلهم فيا باش نخرج رابح؟ علاش كيسحاب لك راسك فاش كينوضو كيديروا الحروب، كينوضو حيت ما عندو ما يدار، جالس ما عندو ما يدار، قال عرفتي شنو غندير؟ الصراحه والله العظيم الا مليت من هاد الحياه هادي راني نوض نصرت لوالدي ومشي صاروخ. اي حروب فيها الخسائر وفيها الارباح، تدار واحد الحرب باش يكون انسان رابح، البلد ديالو رابح، يكون عنده ارباح. بلاص ما نفكر تكون عندي ارباح في هاد الخسائر هادي، نبقى انا نتفرج في واحد جالس كيربح وانا مخلوع. مالك مخلوع؟ شتي الوقت ديال الكوفيد بعدا اللي داز دابا عامين، الا كنتي ما خرجتيش بشي حاجه مزيانه خارج ليا غير بالمرض، عرف راسك ما فهمتي والو، وعرف راسك اي مشكل غادي يجي لا في البلد ديالك، لا في الكارتيه ديالك، لا في العائله ديالك، لا في العالم، ما عمرك باغا تربح شي حاجه، حيت مازال ما وصلتيش انك يكون عندك التفكير ديال الرابح. كاين اللي خاصو كلشي يكون زوين، وكلشي خاصو يكون مقاد، وخاصو يكون لو كالم، يكون السلم والامان، باش هاد الانسان واقيلا شي نهار يقدر يخرج لينا شي فكره صغيره باش يدير لينا بها شي مشروع. وكاين الانسان اللي كتحطو الوقت ديال الضغط 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 الازمه، تحطيه في شي ازمه، نورمالمون شي انسان عادي انفجر، هاد الانسان هذا كينفجر لينا بشي انجاز اللي هو كيكون عظيم. اللي مازال ما مقاده ماكلاتها، ما كتريني، ما كتنعس مزيان، ما كتعرفش شنو هي الماكله، ما كتعرفش شنو هي السبور، كتشوف راسها في المرايه حالتها ومضاربه ليا، بوتين صافط صاروخ، ماكرون واقيلا باغي ينوض صداع في فرنسا، اش داروا في اوروبا، اش داروا في امريكان، اشنو قالوا، ناري الحرب، غيقتلونا. انت اصلا بحربة مع راسك، انت اصلا انت كتله ديال الحرب. كاين اللي دابا جالس وتيقول علامات الساعه ناري، تيبانو لنا العلامات ديال الساعه، كاسيات عاريه، دابا القيامه غادي تنوض، ويبقى عايش ومستريس ومهستر ومهستر ومهستر. كاين ناس تقدري تكوني كتقولي لي هل على من كدوي، راه كاينين الناس كيعيشوا مهسترين يوميا، كيعيش مهستر يوميا، عايش في الخلعه يوميا، عايش في لابريسيون، عايش في لا ديبرسيون. علاش؟ حيت تياخذ المشاكل ديال الناس، ولا كياخذ اي حاله كيدوز منها العالم ولا البلد ديالو بواحد الطريقه اللي هي شخصيه، غيديروا ليا
غيأديوني غيضروني، ما غاديش ننجح، ما غاديش ندير، ما شكون دوى عليك؟ تقول لي شكون دوى عليك؟ هذا هو الوقت اللي نحط قاع الارض ونبدا في الايكوميرس. هذا هو الوقت اللي نحط قاع الارض ونتعلم شي حاجه اللي تعطيني واحد المعرفه باش نقدر ندير واحد التجاره ديالي. هذا هو الوقت اللي تكون عندي واحد لو سافوار فير نقدر نخدم به عند راسي. هذا هو الوقت اللي خاص تكون عندي واحد الشخصيه، الا كانت الحرب ولا كانت لا كريز ولا كانت اي فقر ولا كانت شي حاجه، نقدر ننجم راسي براسي. هذا هو الوقت اللي خاصني نتعلم شي حاجه اللي ما كنتش عارفها شحال هادي. نتعلم لغات، خصني نتعرف شنو هو، نتعلم شنو هو ايكوميرس، خصني نتعلم شنو هو دروب شيبينغ، خصني نتعلم التجاره، خصك تعلمي الكوميرس، تعلمي كيفاش يكون عندك بيزنس ديالك، خصك تعلمي كيفاش تقدري تخدمي من دارك، خصك تعلمي كيفاش تكوني انديبوندونت. اما نبقى نجلس ومخلوع، ديك الخلعه ما عمرها ما غتصور لك الطرف ديال الخبز. الاحساس ديال الخلعه غير موجود. الاحساس ديال الخلعه يخلق ويخلق من البشر، وكل انسان يخلق لنفسه الاحساس بالهلع. بمعنى يقدر يكون الناس كاملين مخلوعين وانت ما مخلوعاش، انت كتستافدي من هاد الناس هادو اللي مخلوعين، انت كتستثمري في هاد الناس هادو اللي هما ماسترين. خاص يكون عندك واحد التفكير ديال الطبيب. عرفتي شنو هو التفكير ديال الطبيب؟ غادي نهضر معاك دابا بحال جالسه مع صاحبتي ولا اختي كنهضر معاها. دابا الطبيب في مصلحته كيصحاب لك دابا، واخا عندي واحد الرساله ديال اني نداوي الناس واني نشافي الناس، راه في مصلحته يكونوا الناس مرض. على التيلا بنادم كلشي، حتى واحد ما ضروا راسو، حتى واحد دوليبران غتباع، الشركه ديال دوليبران غادي تسد. خاص بنادم يكون مريض باش الطبيب يخدم على داك الكلينيك اللي عنده هو، داك اللوكال اللي عنده، داك البيرو وداك الناس لا سيكريتير اللي باش غيخلصها هو. لا انت ما مرضتي، راه واخا تمشي عنده باش يداويك، ولينا راه خاصك تمرضي باش انك تمشي عنده باش هو يربح الفلوس. يعني الطبيب كطبيب هو كيستافد من المرض ديال الناس، بغيها ولا ما تبغيهاش، هذه هي الحقيقه. خاص ناس يكونوا مراد ويزيدوا يكونوا مراد باش الطبيب اننا شي في دافير ديالو كيطلع. الا انت فاش كتمشي عند الطبيب كيقول لك الصراحه والله العظيم الا هذا المرض ديالك هذا ضرني في قلبي، سيري انا نعطيك الدواء، سيري خدي فابور تاع الدواء هذا انا اللي غنشريه لك، راه الفوا كتدخلي كتخلصي. دونك خاص تكون عندي واحد الخدمه، واخا يكونوا المشاكل ديال الناس انا خاصني نكون مستفد. خاص واخا تكون المعاناه خاصني نكون انا مستافد، خاص واخا يكون الفقر خاصني نكون انا مستافد، خاص واخا تكون الحرب خاصني نكون انا مستافد. علاش كنقول لكم راه في الحياه الا بغيتي تنجم راسك خاص يكون عندك واحد النسبه ديال التفكير ديال الانانيه، نعاونك ولاني نكون مستافد، نعطيك ولاني نكون رابح، ندخل في مرحله ديال لا كريز ولاني نخرج رابح، نشوف هاد المشاكل ديالكم ولاني نبقى رابح. الشخصيه الهويويه، الشخصيه المهستره، الشخصيه اللي طرات شي تفرقعت شي بوطه، تفرقعت شي قنبوله، شي 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 بوله، شي بوله تحرقات، بنادم كيبدا يتهستر وكيبقى بلا نعس، راك ما غتنجمش معانا. راه العالم نيت، راه فيه بزاف ديال الناس ما عندهمش كاع بلاصتو، ما عايشين شادين البلاصه وصافي. هذا هو التفكير ديال القاطع. شتي القاطع هو البنادم مهستر، غنقولها لك نيشان، التفكير القاطع هو بنادم كيبقى مهستر بحال الحواله، كيبقى تابع مخلوع، انا مخلوع اللي قلتوا لي غادي نديرها، غنموت غندير هذيك. الطبيب كيستافد منك، البسيكولوج كيستافد منك، اي واحد كيستافد منك، فلوسك كتعطيها لهم وكتجلسي البرد. جلس مع راسي، نحط قاعي شي شويه الارض ونزير شويه السمطه، صح شي شويه الشخصيه ديالي. الوقت ديال الازمه هو الوقت اللي الشخصيه ديالي كتوقف، الوقت ديال الازمه هو الوقت اللي كنفكر اني ندير استثمار، الوقت ديال الازمه هو الوقت اللي كنفكر اني ندير فلوس. نتمنى ان هاد لا فيديو هادي عطاتكم واحد الصفيق شويه باش تقصاحوا. كيف العاده، لا تكوني الانسان الذي يريدونك ان تكون، كن فقط الانسان الذي يجب ان تكون. عش بحبك لله، ولا تنسوا نحن المغاربه قادمون ان شاء الله بقوه وفخر ستنحني اليها الرؤوس احتراما. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله، احبكم.